نهدم من اهوانا. والله الماسوره دي كان ما بتقطع بالليل، السلك ده كان شد قشط هدوم. الحين كمان عم تقطع بالليل، انا جاتي عندي كل يوم ثلاثه قطع. اغسل واحده الصبح يدي برده. والملايه دي حقت من اهوانا. نملاي. لا 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 الموضوع ده كبير شديد خلع. الشيء دي جابت لها تياب. هاي التياب ده حق منه؟ والله يقول لك حاجه، انت شكلك ناقد. اسمع هنا، هوي هوي وروني التوب ده جا من وين؟ الثياب ده شنو؟ يا بلا ما تبقى زول طويل وصوتك اعلى، قصر شويه. ايه وقت كوري بس احيانا زول اللي اسمه كيمو ده ما يصحى يا اخي. الهدوم ده حق من البلد. دقيقة يا اخي، روق روق يا اخي. من فهمك الهدوم البرة دي بتاعت الجيران. القراب قراب. الموضوع شنو يعني؟ الموضوع شنو يا اخي مكوري؟ والله انا بتوقع في راسك تقعد زي ده بتتشرى في الوطن دي. وإن لك الهدوم بتاعت الجيران بنجيبها نحن من غسيلة كده. تغسلها كيف يعني؟ اه يا اخي. بغسل انا ده اخوانا، انا الحين مهدود في الغسيلة. لا حمد كوري، انت بتغسل وانا بساكن للصباح اكوي فيها. طيب انا بغسل انت بتاكوي ده بسوي في ده. ببخين ببخين. وبلملم البقي. البقي بشيل اللي شفته بعد ما نغسله ونكويه، بوديه للجيران كل زول بسلم هدومه، بشيل منه التفتوف. ايوه جبني في التفتوف، يتفوقون ان شاء الله في فندق. التفتوف ده حقينا وين في التفاتيف دي؟ يا اخي حقك قاعد يصمت، ما تكوني والله يشف فيك والله يشف فيك. ما تسلمي ما تكوني. الله يسلمك يا جيران. انه دخل الطرف عيني اسمع لك حسابات بس. حسابات كده وتدريبات كده وبتاع 8 في 4 كده بنطلع بال 8 بنجيب بال 6. شنو انت مالك بتعاني؟ هاي انت بعدين اسمع. انت امك امك لما 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 جت تطلع على الدروس مش رسلنا لها 100 ألف؟ صح هاي هذا اللي احنا مشينا الذهب؟ دخلونا معاكم في الصوره. اسكت عليك الله يخليك. انت ما عارف ايش شباب تدخل ساكت يا اخي. بعدين حبوبتك دي حبوبتك لما ماتت ما اديناك 300 جنيه جبنا لك من الذهب؟ صح الذهب دي ما قلتها انا. خلاص خلاص يا اخوان شنو الحاصل؟ دخلونا معاكم في الصوره خلونا نفهم. انا عندي احسن تسكت. لا في شنو؟ يا اخي اسكت يا اخي. انت ايجارك مش قاعد يصلك اول باول. يا اخوان هو بالراحه اخوان لمصلحه جميع الاطراف. انا بشوف اخوان انه احنا نقعد نتفاهم يعني. ما نتفاهم. نحن قاعد نزلك من حق المواصلات جنيه بتاع الدوري الانجليزي ده قاعد نزلك منه؟ ابدا. طيب شنو؟ طيب شنو متواصل؟ طيب نحن حق الايجار ده قاعدين ناخذه لك ما قاعدين نديك له اول. طيب ما اكون مجوطه في شنو؟ ما الحسابات يا اخي زود كنا جبنا الغسيل من غسل. كويس بتغسلوا قطعكم؟ لا لا بدستنا غسل. كويس الدست بكم؟ والله يعني في حدود 4 جنيه 3 ونص. لكن عشان التوب التوب الواحد بكم؟ بجنيه والملايه بجنيه ونص جنيهين. بالله اذا علينا انا كابتن كيمو ناقشها بتغسلوا القطع ب 3 جنيه 3 في 12 الدست ب 36 جنيه خلاها بعيد. بتغسلوا التوب ب 6 جنيه 6 في 5 بكم؟ ب 30 خلاها بعيد. بتغسلوا الستار ب 8 جنيه 8 في 4 ب 2 50 شفت كيف؟ وضرب هناك عندك كم 30 انا اقول لك 98 90 لا 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 دي قروش كثيره جدا. وها الفهم شنو؟ الفهم؟ هاي حاوريك اليوم كل ما قلنا لك انت ما تكويك ما تكويك ما تكويك اخوانا انا خليني انا جابني قطايع من الغسيل وانت شيلوا الخطا اخوانا. اسمع انا والله خايف الراجل ده يقوم يشيل الهدوم دي يرجع لي جيران والقروش اللي جبنا عندي مصاري من طلع من دي قروش من هنا. انا مهندسين دكاتره انا بقول انا بقول لك بس صوتك طويل ده لا تحسب مش كان تقول حقي ما حقك ما تقول كله عرب بنديك لك عشان قلت عايز انشط عضلاتي شويه.